بنيات كرة محشية. محشية مرتة بالجمبري. مرتة بالجمبري. طيب بلاش. وريك كابوريا اللي انت اخترتها بقى. هتكفى؟ هتكفى. هيبدأ يا جماعة في تنظيف الكابوريا وتجهيزها للحشو. ادي الكابوريا يا جماعة اللي احنا اتفقنا ان هي هتبقى هي كرة وهننظفها وهتتحشي جمبري يا ابو حميد. ها ان شاء الله. بس يا جماعة افتح الغطا والغطا مفتوح. شيل الخياشيم من على الجمبري. بقى في حاجة ابو حميد، الخياشيم البيضة علامة جودة الكابوريا. طبعا. خلاص كده يا جماعة. اللي مشي على دي هيمشي على جميع الكبير. فيها يا جماعه بالدراع. وادي اهي يا جماعه استاذ رسل الله بدايه الخطوه نظافه ال بالدقة يا ابو حميد على النظافه. بصوا يا جماعه الخياشيم متشاله من الجنبين، واوعى تفصل الغطا والجراب بتاعها. هنشوف تمام ماشي. هنبدا نشوف خطوات استخدامها في الحشو الطرق الطهي المختلفة. لا نحشي الكابوريا. أيوة. لا تعليني هنا عشان نشوف الكاميرا. مش انت اللي اجيب بس عشان خاطر الله. يا جماعة ادي الكابوريا فاتحها وسندها وبنراعي خلطة مع كابوريتين اتنين بس او ثلاثة صح؟ في ناس يا ابو حميد بتلفها بفكرة خير. هو ليه هتكتفها ايه؟ متكتفها انت؟ بالدراعات بتاعتها. اه يا جماعه اهي هنشوفها. اللي هيسندوا بعض حط اول واحد، انا هسندها لك. بس الاول عم احمد ممكن تدبس الاول لان الجراب بعيد. تمسح يا حبيبي. الو ماشي. مش انا سالتكم يا جماعه؟ هو السمك اللي انا مش انا سالتكم. اهلا بيك يا احمد. معلش سلموني على حاجه بس. لا والله. لا والله طنشت. طيب. بص يا احمد الجمال. اه. تبقى عامل حسابك ان كل واحد عامل فيها جمبريتين. مش شرط خير ربنا كتير الدكتور مش. لا يعني واحد نايبه يجي وما فيهوش جمبري يا ابو حميد. لا لا لازم. لا. بص يا جماعه الجمال بتاع الخلطه. بسم الله مش راحت من اللقطه دي في العين والعين وتروح فاتح الجراب. بص يا محمد انا كده بفتح بصعوبه اهو. اه بتشطب. آه. بس باخد بس شط ميه كده عشان تشطب. الله عليك الله عليك. وعشان تسوي الكبريايه. بص يا جماعه الشبك دي واحده في العين دي والدراع ومن تحتها الراس المخلب بتاع كابوريايه. طيب الالوان كده بالمره عشان اعمل رز الدكتور. وبنحشي يا جماعه. اهم حاجه النظافه يا عم احمد انت عارف. لا الحمد لله والله ما كنتش. بص اقول لك يا احمد انا ما بتكلمش، الفيديو والكاميرا هي اللي جابت. دكتور مر على افخر واكبر مطاعم وتخيرك عشان النظافه والجوده بتاعتك. ودي انا مش عايز اخدها منه لكن انا ممكن اخدها منه لان هو جالك عن طريق القناه. انا طبعا بشكرك النهارده لما تيجي هنا بقى. بشكرك النهارده ومش كلام والله ان انت عرفتني بشخصيه محترمه استاذ خالد كريم معانا. بس دكتور خالد من الناس المحترمه جدا يعني. ماشي يا شمع اسيسوس ده كده 2 4 6. خلاص صدقني بكلمك عليها. ماشي
هتبدا تسقي بيه الكابوريا عشان يخش في التسويه. اسمع محمد، اهم من ده كله انا حاطط صوص مش ميه، الكابوريا بتاخد صور الكاميرا بتاعت الحراري. الشغل ده هتبدا تكمره. اتفضل يا ابو حميد. طبعا لازم الكزبره دي يا جماعه، احمد يعشق الكزبره. شغلها عجبني يا عم. تبدا تغطيها وتدخلها الفرن. حطها فوق على حامل تحت. وبعد كده هتشيل الغطا وتحمر الوش كده. الله ينور عليك. تمام. دي اول مرحله يا جماعه من الكابوريا. واضح يا جماعه حشو في الفيديو، خلطه الكبريايه محشيه جمبري بالخلطه. الف هنا وصحه، وربنا يزود زباينك وروادك يا شيف احمد.